الآيات وعيش بقى مع القرآن. ولما ورد ماء مدين، هنا هي دي ماء مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة يعني جماعات كتير، كل الرعاة وماشية وغنم زحمة، أعدادك أمة من الناس يسقون، وكله داخل البير ده، اللي عمال يسقي المشاة بتاعته، واللي عمال يشرب هو، واللي عمال يشيل مية لأهله. المفروض تفرح ولا لا؟ طبعا يفرح. اكيد حد منهم لما هيلاقي واحد غريب واقف على جنبه وشكله جعان وشكله يعني تعبان، اكيد هيضيفه، اكيد في وسط الامم دي حد هيقول له اتفضل عندنا، وهو ده اللي جاي علشانه. لكن هو لاحظ حاجة تانية، لاحظ ان في بنتين في الساحة اللي بقول لكم عليها دي واقفين بالغنم بتوعهم على جنب ومش قادرين يقربوا من المية. انا عايزك تلاحظ حاجة لطيفة قوي، كل شوية الآية بتقول لك إيه؟ ولما ورد ماء مدين، خلي بالك من النص، وجد، حط خطين تحت كلمة وجد، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد، حط تاني خطين تحت كلمة وجد، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، واقفين على جنب وعمالين يمنعوا تزودان، بتمنع الغنم بتاعتها إنها تقرب في وسط غنم الناس التانية. إيه وجد؟ وجد سيدنا موسى اتعلم من التجربة. هو أول مرة شاف واحد بيضرب واحد فوكزه على طول فقضى عليه، تاني مرة اليوم التاني فلما أن أراد أن يبطش بالذي فكر شو المرة دي، لا الأول يشاهد ويرقب ويشوف يدخل ولا لا ويدخل إمتى. يا سلام يا سيدنا موسى، سيدنا موسى شوفوا يا جماعة، شوفوا التدريب الرباني جميل إزاي. على فكرة ربنا مع سيدنا موسى تدريب مستمر، وكل حلقة هتبص هنقول لكم ده تدريب فارتقى بيه من مكان إلى مكان. النهاردة تدريب شاهد وارقب قبل ما تدخل، حتى لو بتعمل خير فما بالك بقى لو للشر. يا شباب اوعى صاحبك يجرك لمعصية أو لمكان حرام من غير ما تشاهد وترقب، اوعى تسلم نفسك وعقلك للشيطان، اوعى تسلم نفسك وعقلك لصاحب سوء، شاهد وارقب، شوف المعنى الكبير. طيب سيدنا موسى شاهد ورقب، لاحظ ايه؟ شاهد ايه وشاف ايه؟ شاف البنتين واقفين على جنب، طب والناس واقفة ازاي؟ واقفة طابور الأقوى فالأقوى. يعني مين اللي بيسقي الأول؟ الأقوى. ومين اللي بيسقي الاخر؟ الاضعف. طب تفرق ايه؟ ما كله هيسقي في الاخر. لا تفرق كتير. ليه؟ الميه دي صافيه، الميه دي انا هشرب منها بعد شويه، لكن الميه دي لو شربت منها كتير يبدا الطين والكدر اللي موجود في قاع البئر يعكر الميه. فاللي بيشرب الاول بياخدها صافيه، واللي بيشرب الاخر بياخدها مكدره بالطين. طب مين هيشرب الاول؟ الاقوياء. ومين هيشرب الآخر؟ أضعف الضعفاء. مين أضعف الضعفاء؟ بنتين، لأن أبوهم راجل عجوز ما يقدرش يجي يسقي، فاللي بتسقي بنتين فالأقوياء. سيدنا موسى وجد إيه بقى ورقب إيه وشاهد إيه؟ الناس دي بيحكمها منطق القوة مش منطق الرحمة. يا ترى في كم قصة في بلادنا دلوقتي بيحكمها منطق القوة مش منطق الرحمة؟ ويا ترى أنت أنه فيهم اللي ماشي مع منطق القوة ولا ما زالت الرحمة في قلبك؟ قصة البير دي مش قصة واحد سأل حد ليه ربنا حطها في القرآن، انت تبع انه منطق، منطق الأقوياء ولا منطق موسى نصير الضعفاء؟ اختار لك منطق من الصورة دي، بص على البير كويس واختار انت انه فيهم. انت هتعمل زي هؤلاء اللي كانوا واقفين على البير لم يذكروا في التاريخ، ملهمش قيمة، ولا هتكون زي موسى كليم الله حبيب الله؟ تختار تكون انه فيهم. المكان ده رمز لكده، انت انه منطق؟ انت تبع مين؟ انت تبع موسى ولا تبع الاقوياء على حساب الضعفاء؟ يا ترى انت انه فيهم وهتتحاسب ازاي يوم القيامه؟ سيدنا موسى لقى البنتين واقفين على جنب، ولقى الاقوياء بيملوا الاول، وبيملوا بالترتيب، الاول يسقي نفسه يشرب هو صافيه خالص، وبعدين يملى لاهله، وبعدين يشرب الغنم والماشيه بتاعته، وبعدين يجي الاضعف منه. تخيل البنات بقى على ما يجي عليهم الدور. سيدنا موسى شاف المنظر ده، خلي بالك يا سيدنا موسى انت عايز ايه؟ انا عايز حد منهم ياخدني يعزمني في البيت، حد يستضيفني، ده املي. والبنتين دول، البنتين ما ينفعش يستضيفوا راجل وابوهم راجل عجوز، هيستضيفوا فين؟ طب يا سيدنا موسى خليك بقى مع الاقوياء. وما قدرش، ما قدرش ليه؟ فين الشهامه؟ اسيب البنتين؟
يا سيدنا موسى انت في ايه ولا في ايه؟ ده انت جلدة رجلك سقطت في الثمان ايام، ده انت ميت من العطش، ده انت رجليك كلها دم. خلي بالكوا يا جماعه، وهو طالع من مصر صحرة مصر ناعمه، على ما وصل مدين الصحراء هنا كلها حجر، يعني هو كان ماشي باقدامه حافيه على طوب وحجر بقاله جبال عمال لغايه ما وصل لغايه هنا. يا سيدنا موسى رجليك وعطشك وبطنك اللي ملزوقه في ظهرك والمأساة اللي انت فيها ومش عارف نجوت ولا ما نجوتش من فرعون، يا سيدنا موسى في كل ده كله بتفكر في البنتين؟ الشهامه اصل مش بقول لك في حاجه اسمها هتقدم سيرتك الذاتيه، في حاجه اسمها هتقدم يعني السي في بتاعك، سابقه اعمالك. انا سابقه اعمالي كلها نصر الضعيف. على فكره سابقه اعمال موسى هي سابقه اعمال النبي عشان يبقوا الاثنين انبياء. ازاي؟ انت واخد بالك النبي لما جه يبقى نبي السيده خديجه بتقول له ايه؟ لما نزل من غار حراء يرتجف خايف قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، ليه؟ انك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق وتعين الضعيف وتقف مع المكروب، نفس مواصفات. يبقى اللي خلى الانبياء انبياء نصره الضعفاء. عايز تكون قريب من الانبياء، عايز تكون حبيب الانبياء، عايز تكون على قدم الانبياء، انصر الضعفاء. اهو اللي خلى سيدنا موسى كليم الله، واللي خلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وسيد رسل الله، حاجه واحده، نصره الضعفاء. ما قدرش سيدنا موسى. ممكن اسالك سؤال؟ لو انت مكان سيدنا موسى دلوقتي واقف مكاني وشفت المنظر ده وانت بقالك 8 ايام، تعمل ايه؟ اقول لك هتعمل ايه؟ هتجري جري وتزق الناس، مش انت اقوى واحد فيهم، وتزق الرجاله كلهم وترمي نفسك في الميه تشرب، مش كده؟ ولا هتقعد على جنب الدار رجليك اللي بقت كلها دم؟ ولا هتنام وتقول افوق بس؟ ولا هتروح لحد من الاقوياء تقول له ممكن تضيفني وتعمل نفسك مش واخد بالك من البنتين نبقى نجيلهم مره تانيه؟ ما قدرش سيدنا موسى، والله ما قدر. قرآن كريم هدى للبشر واهديهم، هدى للبشر واهديهم. سيدنا موسى ما بيبطلش شهامة، سيدنا موسى ما بيبطلش نصر الضعيف. هيعمل ايه؟ راح للبنتين اللي واقفين على جنب، قال ما خطبكما؟ مالكوا؟ في حاجة؟ وشوفوا ما عادش سيدنا موسى بيدخل على طول، بيسأل الأول، يا تدريب، ما خطبكما؟ مالكم في حاجة؟ قالتا، شوفوا الآيات الجميلة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ مالكوا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نقدرش نقرب لغاية ما الأقوياء والرعاة يمشوا، وأبونا شيخ كبير بيعتذر. هم إيه اللي جابهم هنا؟ بص أدب البنتين، إحنا إيه اللي جابنا هنا؟ أبونا راجل عجوز، وإلا ما كناش جينا، إيه اللي وقفنا الوقفة دي في وسط الرجال في موقف صعب زي داون؟ ما قدرش سيدنا موسى، فخد فسقى لهما. وإذا كان المنطق منطق الأقوياء فأنا من الأقوياء، وزق الرجال وسع ودخل وسقى لهما وجاب لهم المية. نسي جوعه وعطشه وما شربش، صدق ملحقش يشرب، نسي جوعه وعطشه. ابن عباس يقول لك لم يدرك أن يشرب، نسي. يا عرفت ليه بقى كليم الله؟ أنت فين بقى؟ عايز تبقى فين عند ربنا؟ عايز تبقى فين في الجنة؟ بإيه تخش الجنة؟ عايز تخش الجنة بإيه؟ بأي عمل عملته؟ بأي ضعيف وقفت جنبه؟ بأي يتيم نصرته؟ بأي أرملة ساعدتها؟ بأي أطفال شوارع وقفت جنبهم؟ بأي قرية ضعيفة رحت للفقراء فيها ووقفت معاهم؟ عايز تخش الجنة بإيه؟ بإيه؟ سيدنا موسى وقف وساعد فسقى لهما. بس خلي بالكوا في رواية تانية بتقول إن البير الحتة دي كانت مقفولة بصخرة كبيرة. ازاي كانت مقفوله؟ مش بتقول لي الرعاه موجودين لما شافوه جاي بعضلاته فقرروا ان لا مش هنخليه يشرب، فهموا لقوه راح بيكلم البنتين وجاي بعضلاته شايل الحاجات السقايه بتاعتهم، فعرفوا ان هم ما يقدروش عليه، فقاموا عاملين ايه؟ في صخره كبيره كانت بتغطي المكان ده ما يشيلهاش الا 10 رجال، فجم وقاموا قافلين قافلين الحته دي اللي انا هدخل منها دلوقتي، قاموا قافلين من هنا. خلي بالك انت عشان تسقي ما ينفعش تقف هنا، ده انت لازم تدخل وتدخل لغايه جوه عشان تبدا تسقي. فهم قاموا جايين هنا وقافلين عليها بصخره، ورينا هتشرب ازاي. سيدنا موسى قوه بدنيه هائله. مسك الحجر اللي بيشيله 10 رجال. متخيل سيدنا، على فكره النبي وصف سيدنا موسى، وصفه فين؟ هو النبي شافه طبعا، شافه فين؟ في رحله الاسراء والمعراج، وبينهم حب شديد، وقابلوا بعض بحب عجيب. على فكره
أقرب حد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا إبراهيم سيدنا موسى. ليه؟ أصل خلي بالك تلت القرآن سيدنا موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحبه للقرآن متعلق بسيدنا موسى شيء طبيعي. وحاجة تانية، أكتر حد عانى زي النبي صلى الله عليه وسلم